بسم الله، ربنا اجعلنا دعاة السلام ومحبة وبئام يرحم. الآن نحن الآن في حضور مع الآية 59 من سورة الإسراء، وهو يذكر قول رب سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. علاش ما عادش فما اللي ميرك المعجزات الآيات من المعجزات؟ علاش؟ لأنه طالب البشرية قالوا نجي معجزة إلا يكفروا بها هم يطلبوها، كما سيدنا صالح عليه السلام ثمود سأل طلبته أن يعطي ربنا معجزة، فأخرج من صخرة الماء ناقة، وكان ذلك الناقة ذيك سبب هلاكهم، لأنهم لم يحترموا أوامر الله ولا نواهيه، فحق عليهم القول، دمرهم الله تدميرا. والسلام.